السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة. مرة أخرى في نفس اليوم عندنا جوج ديال المواضيع. الموضوع ديال المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف اللي كنشوفوا أنه بدأ بداية بالخريطة التي انتشرت مباشرة بعد الواقعة ديال فريق نهضة بركان مع فريق اتحاد العاصمة. والموضوع الثاني متعلق بزوجتي الرئيس الإسباني سانشيز، والتي أمر القاضي الذي يحقق في الشكوى ضد بيكونا غوميز في التحقيق في الزيارات المتكررة للمدعي لها. باش نبدأ ونبقاو مع غوميز أولا، ثم ننتقل للأقمصة ديال المنتخب الوطني لما بتوري الأطراف ونشوفوا شنو هو السبب ديال التغيير دياله بعد أن قام بسحب الخريطة من القميص ولعب مبارتين متتاليتين دون قميص، وغنشوفوا داك الشيء بالفيديو إن شاء الله. فالخبر يتكلم عن بالنسبة لزوجة الرئيس الإسباني، طلب رئيس المحكمة رقم 41 القاضي خوان كارلوس بينادو الذي يحقق في الشكوى ضد بيخونا غوميز، يعني هناك تحقيق ضد غوميز زوجة سانشيز في قضية التسريبات الهاتفية وتعاملها مع أعضاء داخل الحكومة المغربية وشبهات حول تلقي رشاوى وتصرف في أموال عامة بطريقة غير شرعية. هذه الرسالة فقط نوجهها مرة أخرى لأبو بكر الجامعي الذي تهجم على القناة بطريقة غير مباشرة وقال أننا نروج لأخبار ديال الصحف الصفراء الإسبانية أو الصحف الهامشية، والتي استعمل في هذه الوسيلة الصحفي إغناسيو سامبريرو. هو قام بحذف الفيديو ديالي اللي حطوه على تويتر لكن لم يعتذر. هذا الشيء ماشي من باب التهجم عليه مرة أخرى، ولكن لأن ملي كيكون معك الحق ومعك المصداقية فلا بد أن توضح للمتتبعين أين هو الحق. فنحن لا ننتظر اعتذارا، هو يعني فقط ذاك السحب ولا حذف الفيديو يعتبر تراجعا عن الموقف، وما دمت تراجعت عن الموقف إلا ورمت لك شي حاجة ماشي هي هذيك، وإلا بلك راسك ماشي على حق. فإذا كنا نستعمل الصحف الهامشية والصحف الصفراء فكيفاش يعني القضية هي قيد التحقيق إذا كانت فقط نروج لها احنا من باب يعني الدوافع الشخصية للانتقام من الحكومة المغربية؟ فهي كما كنشوفوا ها هي التحقيقات سارية، والأخطر من ذلك الذي يحقق في شكوى ضد بيخونا غوميز زوجة رئيس الحكومة الإسبانية تقريرا عن الزيارات المتكررة وغير العادية للمدعي العام في قضية أمام المحكمة وموقفه الإجرائي غير العادي. فالمدعي العام يقوم بزيارات غير عادية ومشكوك فيها، ما يعني أن هناك محاولة لحماية زوجة سانشيز حماية قانونية من طرف المدعي العام، ناهيك عن ما تكلمنا عنه سابقا، هو محاولة مش محاولة أو التهديد بالقتل الذي تلقاه القاضي. وافق القاضي على معالجة الشكوى المقدمة من نقابة مانوس لمانيس أو الأيدي الطاهرة أو البيضاء بشأن جرائم الفساد المزعومة في مجال الأعمال واستغلال النفوذ، ولم يخطر المدعي العام للحصول على رأيه، يعني ما قالوا شي حد أجي باش ناخذ الرأي ديالك قبل فتح الإجراء الجنائي، واستأنفت الوزارة العامة بدء الإجراءات المسبقة بمجرد علمه بوجودها مباشرة. فهو السيد يطلب تقارير عن الأحكام بشكل مسبق قبل أن تصدر الأحكام، وهذا ما يبين أن محاولة التلاعب. لكن هذا الموقف لو حصل في المغرب وكانت زوجة الرئيس وقامت جمعية ما أو منظمة ما برفع دعوة قضائية لشبهة في الفساد لتم اعتقال من قام برفع دعوة قضائية ضد
الفاسدين. احنا عندنا في المغرب فقط من يتكلم عن الفاسدين. دابا احنا تجاوزنا مرحلة إذا انتقدت الملكة تسجن، لكن إذا انتقدت الفاسدين المحيطين بالملك واللي تحت الملك والمقدم، إذا انتقدتهم أو شككت في واحد الحاجة اللي هي باينة، وهناك إشارات ومعطيات ودلائل كاع على تورط هاد الناس، ودرتي واحد الفيديو ولا واحد المنشور تتساءل فيه فقط على علاقة هذا السيد بهذه القضية، سيزج بك في السجن. وهذا ما حصل في قضية إسكوبار، من شكك في لطيف رأفت دخل السجن، من شكك في عبد اللطيف وهبي دخل السجن، ومن شكك في الهمة دخل السجن. فهذا بالنسبة لهذه القضية ديال زوجة الرئيس الإسباني. فننتقل إلى قضية أخرى، وهي القضية ديال المنتخب المغربي لمبتور الأطراف في كأس إفريقيا التي تقام بمصر حاليا، والذي بدأ المنافسة بهاته الأقمصة اللي داروا الخريطة وكبروها دابا، يعني كي تشمل القميصة كاملا، يعني دابا هذه أقمصة الخريطة. لكن ماشي هنا فين كاين المشكل. المشكل أن كاين هناك الفريق الجزائري، يعني تا هو مشارك في مجموعة ثانية، وتأهل المنتخب الجزائري من المجموعة الثانية. يعني فان اللي كنعرف انا، ملي كيكون معاك الحق في واحد الموقف فلا تتنازل ولا تتراجع، حتى وإن منعت من لاعب هذه المباراة بشروطك. لكن احنا ملي كنجيو نشوفو مباشرة بعد تأهله إلى ربع النهائي، تغيرت شكل الأقمصة ولم ينسحب المنتخب الجزائري كما قيل لنا، ولكن شفنا أن سحبت الخريطة من على الأقمصة. واللي كنعرف أنا، عندما يأتي فريق ما أو منتخب ما للمشاركة في مسابقة ما، كاين هناك تقديم للأقمصة، وعندما تقدم واحد الأقمصة النهار الأول هي اللي كتكمل بها الدورة الرياضية. يعني الأقمصة التي تقدم بها المغرب وشارك بها في مبارياته الثلاث هي هذه، سواء البيضاء ولا الحمراء ولا الخضراء. لكن بعد تأهله إلى مباراة الربع النهائي، قام بتغيير هذه الأقمصة، واتحد لم يذكر شنو هو السبب الذي جعل المنتخب المغربي يقوم بتغيير أقمصة وسحب الخريطة. فلكتك تعرضوا لشي ضغط تقولوها لنا، يعني فعليكم أن تعلموا الشعب المغربي شنو هو سبب سحب الخريطة المغربية كاملة بصحرائها، والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائها. ما تخليوناش في دار غفلون باش حنا ندافعوا عليكم. وفي مباراة أخرى أيضا انتصر على نيجيريا، نرى أن الخريطة غير موجودة أيضا. تابعنا اللقطات سنشاهد أنها لا توجد خريطة على صدريات اللاعبين المغاربة. فشنو هو يا ترى السبب الذي جعل المنتخب المغربي؟ واش مصر لم تقبل أو ضغطت، أو الجزائر التي ضغطت؟ لكن في مباراة الربع ومباراة النصف النهائي لعبوا بأقمصة مغايرة. لكن اليوم بعد أن انهزمت الجزائر في مباراة نصف نهائي، والمغرب سيلاقي غانا، هل سيستمرون بهذه الأقمصة الثانية، ولا سيعودون للقميص الأول اللي فيه الخريطة كي نعرف شنو هو السبب الحقيقي الذي دفع بالمنتخب المغربي لمشي بطر الخريطة، ولكن لحذف الخريطة من على القميص؟ مسحوها، مسحوها بيديهم، ما حيد لهم حتى شي واحد، واستمروا في المسابقة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم.